اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. بالتاكيد زي ما قلت لكم فقره مهمه جدا، اللي هي فقره فنيه بتتكلم على احصائيات وارقام، والجزء الرقمي مهم جدا في كره القدم. لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل، وبتبني عليها مقاييس معينه في الامور الفنيه. صحيح مش هي كل حاجه، لكن بتديك مؤشر قبل بدايه المباراه، ومع بدايه المباراه ارض الملعب بقى هي اللي بتكون المقياس النهائي لطريقه اللعب والاداء بالنسبه للفريقين. مباراه مهمه، مباراه كبيره، سوبر المصري بين الاهلي والزمالك، الاهلي بصفته بطلا للدوري والزمالك بطلا لكاس مصر، وحضور ان شاء الله يكون مميز لجماهير النادي الاهلي عشان تكون بدايه جيده لعوده جماهير الاهلي للمدرجات مع فرقتها خلال الفتره اللي جايه. في البدايه برحب طبعا بالكابتن اشرف زوف، محلل واحصائي لكره القدم بشكل جيد جدا، واحد الشخصيات المهمه اللي بتتكلم في الارقام والاحصائيات في كره القدم المصريه. كابتن اشرف اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك استاذ محمد، ازي حضرتك؟ عامل الحمد لله بخير. الحمد لله، ربنا يخليك. مباراه القمه، سوبر اهلي وزمالك، اكيد لو هتشتغل عليه الماده قدامك بتبقى كتير وسهل تشتغل عليها، وبتلاقي فيه ارقام واحصائيات كتير. اه طبعا بالتاكيد، هي طبعا مباراه القمه، مباراه الديربي، اشهر مباراه في الكره المصريه يمكن من بدايه القرن الماضي، يمكن في كل البطولات، حتى سواء حتى على المستوى الرسمي او المستوى الودي، حتى وان كان الودي قليل، يمكن تجاوزوا يعني اكثر من 230 مباراه، يمكن الوطن العربي كله، يمكن وبعض دول العالم كمان اللي فيها جاليات مصريه او فيها المهتمين بالكره المصريه والافريقيه بوجه عام، يعني بينتظروا مباراه القمه او مباراه الديربي بين القطبين الاهلي والزمالك، حتى ان كانت سواء افريقيا او حتى محليا او في الدوري، كانت في الكاس، كانت كاس السوبر، زي ما كنا شفنا برضو يمكن هم اتقابلوا في افريقيا اكثر من مره، اتقابلوا حتى في السوبر الافريقي اكثر مره قبل كده، يعني هم بصراحه يعني مباراه يعني العيد الكبير بتاعت الكره المصريه هي بتكون مباراه القمه ايا كان مكانها بقى وموقعها من البطولات. يعني تاريخ السوبر وبدايته ونشاته. طب تعالى الاول قبل ما نتكلم عن السوبر بتاعنا بقى نروح لفكره السوبر بشكل عام في العالم كله، يمكن دي حاجه مستحدثه، يمكن احنا بالنسبه لنا يعني فاكرين ان هي حاجه قريبه قوي، ولكن كان هي الفكره ترجع يمكن بدايه السبعينات وتحديدا سنه 72. كان في صحفي هولندي انطوان ويتكامب، هو كمسؤول عن الرياضه في صحيفه التليجراف الهولنديه، كان حاول يعمل نفس الفكره، ده صورته. اه بالظبط، ده كان حاول يعمل نفس الفكره اللي اتعملت عن طريق جان فيران وجابرييل هانول الفرنسيين سنه 54، اللي هم كانوا بيشتغلوا في القسم الرياضي في صحيفه الكيب الفرنسيه، وهم اصحاب فكره بطوله الامم او بطوله ابطال الدوري في اوروبا سنه 54. حبوا يعملوا حاجه يعلوا من اسهم الجريده بتاعتهم، جريده الكيب، وفي نفس الوقت كمان حاجه تستفيد منها فرنسا، وبالفعل نجحوا في الفكره واقنعوا الاتحاد الاوروبي وعملوا اول بطوله للانديه ابطال اوروبا سنه 55. انطوان ويتكامب الهولندي عمل نفس الفكره برضو، حب برضو ان يخلي الصحيفه بتاعته برضو يعني ذو قيمه برضو، تحذو نفس الحذو حذو صحيفه الكيب، وده اول كاس سوبر في العالم. ده كاس او كان مشكله كبيره، ان كان كاس ضخم جدا، يمكن كان اول فريق فاز بيه كان اتنين شايلين. اه بالظبط، كان مشكله كبيره. اه كان في اياكس امستردام الهولندي، كان اول سنه يمكن فاز بيه 72 بس ما اعترفوش بيه الاتحاد الاوروبي، يمكن 73 كانت اول بطوله. فعلا انطوان ويتكامب يعني دعا لفكره كاس السوبر، ان يعني يبقى في ما بين ابطال الكؤوس وابطال الدوري مباراه سنويه تجمع البطلين على الكاس اللي احنا شفناه من شويه روى. وبالفعل اقيمت اول مباراه زي ما قلنا 72، ولكن بعد على راس الشغب لم تعتمد نتيجه المباراه، واعتمدت رسميا من 73 اللي فاز بيها زي ما قلنا اياكس. السوبر المصري في السوبر بقى الافريقي بقى الاول قبل ما نخش المحليات، كان فيه في القارات ابتدت تحذو بقى الحذو، ويبتدي يعني تتنقل فكره السوبر الاوروبي، كان عندنا افريقيا كان ثاني. كان ثاني قاره تقر نظام السوبر، وبالفعل في سنه 93 اقيم اول سوبر افريقي بين بطل الدوري وبطل الكاس، تابعها في 95 السوبر الاسيوي. السوبر المصري هنا بقى يمكن قبل ما ياخد الشكل او الصبغه الرسميه كان ليه كده حكايتين، يعني ايه حاجات كده من الطرائف برضو كده نحب نقولهم للساده المشاهدين. سنه 63 وتحديدا في شهر يوليو كان بقى مع احتفالات التلفزيون، كان التلفزيون لسه جديد، التلفزيون فتح في سنه 60، كان الكابتن محمد لطيف رحمه الله عليه هو كان سكرتير الاتحاد المصري لكره القدم في هذا الوقت، يعني كان هو طبعا كثير التردد على فرنسا على انجلترا، يعني خاصه ان هو كان محترف في السابق في احد الانديه الاسكتلنديه، فكان في مباراه الدرع الخيريه اللي كانت بتقام برضو زي ما بطل الدوري والكاس، حب ينقل الفكره دي في مصر، واستغل برضو
احتفالات التلفزيون بالتلفزيون، وعمل اول لقاء يمكن ده الاعلان اللي كان نشر للمباراه. الصوره دي بقى هو ده كان اول بطوله كاس سوبر كان دعا عليها محمد لطيف، وبالفعل اقيمت ما بين في 13/7 سنه 63 ما بين بطل الدوري نادي الترسانه وبطل الكاس نادي الاتحاد السكندري، وفاز بيه نادي الترسانه بهدفين. اتكررت الكاس دي اكتر من 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 3-4 مرات، ولكن هي يمكن في اخر 65 وقفت القصه. بس دي مطبوعه صحفيه ولا ايه؟ دي صحفيه بالظبط يا فندم. يعني ده كلها في مجله؟ لا ده كان يعني خبر في جورنال. ده خبر في جورنال. يمكن حتى الطريف اللي فيه، يمكن حتى اسعار التذاكر الدرجه الثالثه كانت ب 10 قروش، الدرجه الثانيه ب 25 قرش، الدرجه الاولى ب 50، الممتازه بجنيه. كان مبلغ برضه. وكان في حاجه، لا حتى يمكن في حاجه يمكن تشبه بقى المقصوره، يقول لك كده مائده رباعيه، يعني حاجه خاصه كده زي البلكون كده. بخمس جنيهات، كرسي مخصوص لو عايز كرسي مخصوص بقى ب 75 قرش، وكان طبعا تعتبر كعيل اللي مكدين عليها تحت الانوار الكاشفه، ما كانتش حتى لسه يعني مصطلح الاضواء الكاشفه ما كانش فيه، بيقول لك تحت الاضواء الكاشفه بملعب النادي. وعلى فكره اقيمت اول المباراه دي في ملعب التيتش في النادي الاهلي في الجزيره. دي كانت كده. طيب ودي صوره برضو من دي بقى الموضوع الثاني بقى، دي بقى يمكن ده سوبر رسمي مش رسمي بقى، يعني سوبر مصري رسمي مش رسمي. بمعنى ايه؟ دي كانت حضرتك المباراه دي كانت بين الاهلي والزمالك في 6 يناير سنه 1985. كانت ضمن يعني ختام الدور الاول موسم 84-85. كان قبلها باسبوعين كان الزمالك فاز ببطوله افريقيا ابطال الدوري، والاهلي فاز ببطوله افريقيا ابطال الكؤوس. وعملوا تقليد جديد كده، يمكن اول مره كان الاهلي والزمالك يمكن المره الوحيده اللي جمعوا، يمكن اتكررت بعد كاس 86 يعني، حصلوا على البطولتين. وكان الماتش اللي هو ماتش الدوري كان قريب قوي، فلما نزلوا كان الكابتن مصطفى عبده كابتن النادي الاهلي، وكابتن محمد صلاح الدين كابتن نادي الزمالك. كل واحد نزل كده في تقليد كده جديد، نزل بالكاس اللي هم حملوه. فاعتبرت البطوله دي كسوبر افريقي، طبعا هي ما كانتش رسميه بالنسبه للسوبر، ولكنها كانت رسميه انها كانت مباراه ضمن مباريات الدوري العام في هذا الموسم يعني. طيب برضه الحاجات دي بقى الصور المصري، صور برضه المصري كان ابتدى عندنا 2001، وكان طبعا صاحب الفكره او كان الـ يعني الـ المتحمس الشديد ليها اللي هو الدهشوري حرب رئيس الاتحاد الكوره في هذا الوقت، وكان النائب بتاعه كان كابتن احمد شوبير، هم كانوا متحمسين للفكره دي بالفعل، وعملوا يعني حاجات كتير قوي ان هم يعني كان كابتن حماده ولا كابتن شوبير؟ كان كابتن شوبير. كان كابتن شوبير. كان كابتن شوبير نائب رئيس الاتحاد. وبعدين كان المفروض الاهلي هيلعب بصفه الكاس بطل الكاس بعد ما كان كسبان المحله في مباراه نهائي الكاس في 2001، والزمالك بطل الدوري. بالفعل اتحدد الموعد للمباراه، وبعد كده يعني شويه خلافات وحاجات كده اتاجل الموعد. الموعد ده تضارب مع النادي الاهلي انه الاهلي كان هيبقى لسه راجع من ساحل العاج، كان عنده ماتش مع اسيك، فالاهلي طلب ان الماتش يتاجل. الاتحاد المصري رفض الماتش، حاولوا المباراه كانت خلاص بطريقه للالغاء يعني، والفكره خلاص هتفشل، ولكن اللي هو الدهشوري وكابتن شوبير صمموا، وبالفعل يعني يمكن عرضوا على بعض فرق الدوري ان هم يعني اللي في المركز الثاني الثالث الرابع وهكذا استقروا على غزل المحله بصفته كده. وبالفعل اتلعب غزل المحله اللي لعب قصاد نادي الزمالك في 14 سبتمبر 2001، وانتهت المباراه بفوز نادي الزمالك بهدفين، يمكن فيهم كان حازم امام كان احرز اول اهداف السوبر، وتعادل للعتراوي المحله، وفي النهايه في الوقت الاضافي اسامه نبيه احرز هدف فوز الزمالك لفوز النادي الزمالك باول سوبر. طيب مصري ندخل بقى الاحصائيات اللي حضرتك محضرها لنا النهارده، وفي حاجات اكيد مهمه للمشاهد. يعني يمكن احنا عندنا احصاءات يعني متنوعه شويه، عندنا مثلا عدد الانديه اللي لعبت سوبر، عندنا عدد هدافين السوبر كلهم، عندنا الملاعب اللي اتلعب عليها السوبر سواء ملاعب مصريه او ملاعب خارج مصر، عندنا كل الحكام سواء برضو حكام مصريين او حكام اجانب، لان كان في اكتر من نادي. عندنا بقى الاحصائيات بقى الصغيره بقى والتحليل الرقمي اللي هو لكل 15 سوبر او 15 بطوله سوبر اللي اتلعبوا قبل كده، عندنا تحليل كبير ليهم. طيب نبدا باول حاجه. طيب نبتدي الاول مثلا نقول للانديه مثلا اللي شاركت في السوبر الاول، يعني المدربين الاول ناخد ماشي ناخد المدربين. يمكن عندنا المدربين اللي هم فازوا بالسوبر، عندنا خمس مدربين يتزعمهم طبعا الكابتن حسام البدري كان بيقود النادي الاهلي بثلاث بطولات، يليه طبعا الكابتن حسن شحاته هو اول مدرب مصري يفوز باللقب، كابتن طارق العشري، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، والكابتن محمد حلمي مع نادي الزمالك. الخمس مدربين اللي فازوا دول منهم اثنين دربوا النادي الاهلي، كابتن حسام البدري وكابتن عبد العزيز عبد الشافي، والمقاولين واحد بس كابتن حسن شحاته، طارق العشري مع حرس الحدود، ومحمد حلمي مع نادي الزمالك. المدربين المصريين اللي حققوا السوبر بالزبط مع الانديه اللي بالظبط كده. يمكن كابتن حسام البدري هو يعني صاحب نصيب الاسد، حقق ثلاث بطولات سوبر. كل مدرب من المدربين الثلاثه الاربعه في مباراه خسرها اعتقد لما كان قدام الكابتن طارق العشري،
وخسر كمان مباراه بالظبط لان هما دي 2009 لان حرس الحدود لعب مع الاهلي 2009 2010 بالزبط. هو طارق العشري تبادل الفوز والهزيمه كان طارق العشري كسب المباراه الاولى في 2009 وسام البدري كسب مباراه 2010 بالظبط يا استاذ محمد. المدرب مزبوط. الاجانب المدربين الاجانب عندنا يعني يمكن خمس مدربين فازوا باكثر من 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 8 القاب يتزعمهم هنا البرتغالي. البرتغالي هنا يمكن هي اوليفيرا يمكن عندنا مانويل جوزي عندنا توني اوليفيرا في عندنا جاريدو كارلوس جاريدو في عندنا اوتوفيستر الالماني وكارلوس كابرال البرازيلي. يمكن جوزيه طبعا صاحب نصيب الاسد 4 بطولات لوحده. اوليفيرا طبعا هو يمكن اول مدرب اهلاوي يفوز باللقب. ثم جاريدو طبعا في 2014 واوتوفيستر مع نادي الزمالك وكابرال دول هم المدربين الاجانب اللي فازوا باللقب. توني اوليفيرا كان اول مدرب اجنبي اهلاوي مع الاهلي وتوفيستر اول مدرب اجنبي مع نادي الزمالك لان هو اللي فاز مع الزمالك هم اثنين وتوفيستر وكابرال. توفيستر كان في 2000 في 2001 وكابرال على طول الموسم اللي بعديه 2002 انما اول حاجه كان الاهلي كان توني اوليفيرا في 2003 بعد طبعا كده طبعا كابتن مانويل جوزيه يمكن فاز بالبطوله من اول 2005 2006 ورا بعض على طول 2005 2006 2007 2008 اربع بطولات على طول ورا بعض لمانويل جوزيه. تمام طيب الحكام المصريين عندنا الحكام المصريين يمكن في اكتر من حكم حكم السوبر ويمكن في برضو اكتر من حكم كان حكم اكتر من لقاء يمكن نقول كل الحكام اللي عندنا دلوقتي كان كابتن جمال الغندور حكم هو اول حكم لمباراه السوبر كانت مباراه الزمالك والمحله بالظبط كده في 2001 وعندنا الكابتن جمال غندور كان ادار لقائين يمكن ناخدهم طب بالترتيب بقى الاكثر في الاكثر بشكل احصائي شويه نقول الكابتن محمد فاروق بقى حكم الدوري محمد فاروق المعتزل حاليا هو اكثر حكم ادار لقاءات السوبر يمكن حكم 2010 و2012 و2014 يليه الكابتن جمال الغندور اللي حكم 2001 و2002 ثم الكابتن عصام عبد الفتاح برضو لقائين 2005 و2006 والحكم حمدي شعبان 2007 و2009 واخيرا الكابتن رضا البلتاجي حكم 2004 2004 ده بالنسبه للحكام المصريين اللي حكموا مباريات السوبر. مش غريبه شويه ان الحكام 10 مباريات قرروا ما هم بص حضرتك يعني كل حكم بيرضوا بيبقى ليه يعني ايه نجمه بيلمع كده في فتره معينه ومباراه السوبر دي مباراه يعني بتبقى اقل اهميه شويه من كده فبتبقى برضو فيها نوع من نوع التكريم خصوصا ان احنا ما بنقدرش ندي الحكم اللي هو الحكام الابرز عندنا مباراه القمه في دوري او كاس يعني فبتبقى صعبه شويه ان احنا انت عارف حضرتك ان معظم مباريات القمه بتبقى حساسه شويه فبتبقى صعب ندي الحكم مباراه في الكاس او في الدوري فمباراه السوبر هي مباراه صغيره كده برضو فبيبقى فرصه ان هو يدي الحكم لكن بالعكس هو طبعا احنا عندنا هم تلتين يعني مباراه السوبر اصل 10 مباريات من السوبر حكام مصريين خمسه حكام مصريين بس اللي قدروها بس قدروا 10 لقاءات ما قدروا 10 لقاءات يعني اقصد 10 مباريات هم فعلا خمس حكام لكن قدروا 10 لقاءات الجزء الاجبر او حوالي يعني يمكن نقول 70% من اللقاءات قدروها الحكام المصريين الخمسه المتبقيين الخمسه الاجانب اللي معانا دلوقتي الخمسه الاجانب اللي هو الاول اول واحد كان الفرنسي الان سارس ده كان حكم اللقاء او بطوله 2003 النمساوي فرايتن تشيتوخريك 2008 الاسباني كارلوس كاربيلو كان 2015 والتشيكي بافيل كارلو فيتس في 2016 اخيرا بقى كان الاماراتي عمار الجنيبي وكان ده في بطوله 2017 الحكم الاماراتي كانت المباراه برده كانت في الامارات ما بين المصري كانت على استاد هزاع بن زايد يعني الالماني غدا هيكون اول حكم الماني لمباراه بالظبط كده يمكن ما فيش ولا حكم الماني كان ادار ولا شارك في بطوله السوبر هو سبب ليه ان هو ادار نهائي الكاس بالظبط كده الاهلي والحرس بالظبط يا فندم. طيب الملاعب المصريه اللي استضافت السوبر المصري طيب او الملاعب بشكل عام احنا برضو الملاعب برضو يعني نفس فكره الحكام عندنا نفس فكره الملاعب ما فيها فيها ملاعب يعني مصريه وفي ملاعب يعني البطوله اقيمت في ملاعب خارج مصر وبالتحديد هم 3 بطولات الاخرانيين وكلهم اقيموا على في دوله الامارات العربيه توزعوا على ملاعبين احنا عندنا طبعا استاد القاهره الدولي استضاف بالنسبه للاستادات والملاعب المصريه استاد القاهره الدولي يمكن استضاف البطوله 7 مرات 2001 و2002 2006 2007 2008 2010 و2014 يليه استاد الكليه الحربيه 3 مرات 2009 و2003 2004 2009 ثم استاد المقاولون العرب 2005 مره واحده واخيرا استاد الجيش ببرج العرب 2012 الاستادات بقى اللي خارج مصر يمكن اقيمت في 3 مرات متتاليه الاخيره هو كان استاد هزاع بن زايد استاد نادي العين الاماراتي دوله الامارات العربيه الشقيقه كان مره واحده في 2015 يليه استاد محمد بن زايد اللي هو استاد نادي الجزيره الاماراتي مره واحده في 2016
ثم برضو المره الاخيره كان رجعنا تاني لسان هزاع بن زايد في 2017، ويمكن ده استاد وش السعد النادي الاهلي لعب عليه البطولتين، مره مع الزمالك ومره مع النادي المصري، وكان فاز بالبطولتين. يمكن المره الوحيده اللي خسرها النادي الاهلي خارج مصر كانت على استاد محمد بن زايد نادي الجزيره بالجزيره الاماراتي. اه بالظبط كده. طيب ندخل على اللاعبين اللي شاركوا في السوبر. اللاعبين اللي شاركوا في السوبر بقى في لعيبه لعبت لناديين يعني الاهلي والزمالك. طب قبل ما في ناديين ده طبعا في كتير، يعني يمكن احنا عندنا اكتر من لعيب شارك مع، يمكن عندنا اسلام الشاطر كان شارك مع الاسماعيلي وشارك مع النادي الاهلي، في عندنا معتز اينو شارك مع النادي الزمالك وشارك مع النادي الاهلي، في سيد معوض اللي شارك مع النادي الاسماعيلي ومع النادي الاهلي، في سامح يوسف لاعب النادي المقاولين اللي شارك مع المقاولين والزمالك، وطارق السعيد ومحمد صديق شاركوا يمكن مع نادي الزمالك ومع النادي الاهلي. ويبقى بقى مؤمن زكريا. بس في، انا شايف الصوره احمد عيد عبد الملك. ما انا لسه هتكلم عليه، بس انا اجلته لا لانه ليه حاجه معينه مرتبطه بمؤمن زكريا. مؤمن زكريا يمكن هو اللعيب الوحيد اللي شارك في السوبر مع ثلاث انديه مختلفه. ثلاث انديه مختلفه. لانه شارك مع انبي، شارك مع نادي الزمالك، وشارك مع النادي الاهلي. هو مؤمن زكريا هو اللعيب الوحيد. احمد عيد عبد الملك ليه انا ما ذكرتوش في بدايه كلام او في سياق حديثي على اللعيبه اللي شاركوا في ناديين، بس لان هو كان الوحيد او الاقرب لكسر رقم مؤمن زكريا. لان احمد عيد عبد الملك ابتدى مع حرس الحدود، لعب معاه بطولتين 2009 2010، ثم لعب بعد ذلك مع نادي الزمالك، وانتقل للنادي المصري ولعب معاهم بطوله الكاس، وكان يعني قبل بطوله السوبر بين الاهلي والمصري الاخير 2017 باسبوع انتقل لنادي في انتقالات يناير في الميركاتو الشتوي في يناير مزبوط. انتقل لنادي وادي دجله، فهو كان الوحيد الاقرب، عشان كده طبعا ما كانش في المباراه، كان اللي هو الاقرب لو كان استمر اسبوع واحد كان لعب مباراه السوبر وكان بس كسر رقم مع الثلاث انديه. خد البطوله؟ لا ايوه، يعني لان انبي للاسف ما خدش البطوله ولا مره. بالظبط، انبي شارك ثلاث مرات، والثلاث مرات بالمناسبه كانوا امام النادي الاهلي وخسرهم. هو بالرقم القياسي انه يلعب مع ثلاث انديه ويفوز مع الثلاث انديه. لا بس هو بالنسبه للمشاركات اللاعبين هو اكتر لاعب لعب مع ثلاث انديه. تمام. هو بالمناسبه انبي بقى ثلاث مرات انبي لعبه النادي الاهلي، امام النادي الاهلي ثلاث مشاركات، وكمان انبي الثلاث مشاركات يمكن لعبهم في، يمكن في عندنا اكتر من نادي لعبوا او شاركوا في بطولات السوبر وهم ما كانش المفروض ان هو هيلعب السوبر، يعني لعبوا بدا مكان انديه ثانيه. يمكن ذكرنا من شويه المحله، ذكرنا الاسماعيلي، الثلاث انديه دول لعبوا كلهم كبديل لانديه ثانيه ولم يشاركوا في اي، يعني وبرضه بالتالي لم يفوزوا باي بطوله، يعني هم شاركوا كبدلاء للانديه الاساسيه ولكن ما فازوا باي بطوله. الانبي والاسماعيلي ما فازوش باي بطوله في الثلاثه اللي هم لعبوهم في بطوله السوبر. طيب اكتر لاعب بقى خد القاب سوبر؟ هو خد الاثنين كمشاركه والقاب. مشاركه والقاب. طبعا هو حسام عاشور نجم وكابتن النادي الاهلي اللي شارك في 10 بطولات، خسر اثنين وفاز بثمان القاب. يمكن يليه وائل جمعه على طول. يمكن وائل جمعه اشترك سبع مشاركات فاز بست القاب. يمكن وائل جمعه برده ما كملش زي حسام غالي لانه اعتزل في اول 2014، لكن حسام عاشور هو صاحب الرقم القياسي ولحد دلوقتي ما فيش قد يعني ايه كسر الرقم بتاعه حاليا. طيب رقم مؤمن كان مهم جدا لحضرتك يا استاذ اشرف، اتكلمت فيه ان مؤمن لاعب مع ثلاث انديه. لعب الثلاث مباريات؟ لعب ثلاث مباريات، لعب اكتر من مباراه، يعني لعب مع النادي الاهلي اكتر من ثلاث مباريات او اربع مباريات في السوبر. لعب مع الزمالك مباراه، الاهلي والزمالك لعب. بالظبط. ولعب مباراتين مع انبي. لعب مباراتين مع انبي. مع انبي. احرز اهداف ولا لا؟ لا 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 لا، يعني بتكلم عشان ممكن يحقق ارقام قياسيه صعب اي فلاعب يحققها بعد كده. لا سواء لا. في الفوز بالبطوله او حتى ربنا يشفيه، بس لكن هو للاسف ما حققش اهداف مع انبي ولا الزمالك في السوبر. لكن مع الاهلي احرز. بالظبط كده. يمكن ليه هدف شهير في المباراه اللي اقيمت في الامارات. كان الهدف الثالث اللي احرزه في بنفس مرمى الشناوي. بالظبط كده. هي دي طبعا يمكن مصر كلها على كل المستويات يمكن تعاطفا مع مؤمن زكريا ودعما ليه، يمكن حتى شفنا حتى منتخب الاقزام كانت برضو عمل نفس الحركه دي، حتى انديه في الدرجه الثانيه عندنا كل المنتخبات كل الفرق حتى المنتخب الاولمبي كل الانديه المختلفه يعني بتدعم مؤمن زكريا بالحركه الشهيره بتاعت مؤمن زكريا. النهارده سافر المانيا وان شاء الله باذن الله قريب. طبعا احنا بنشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب رغم حاله الجدل واللغط واللي اثيرت حول يعني بعض الاتهامات الزائفه اللي اقيمت. ولكن طبعا حاجه النادي الاهلي بيتعامل مع لاعبيه بسريه وبخصوصيه وبيحترم جدا خصوصيه اللاعب واللاعب دي طول عمرها معروف عن النادي الاهلي، لا بيسمع لحد ولا بيهتم بالكلام ده كله. اهم حاجه عنده هو بيتعامل ازاي مع اللاعب، ودايما النادي الاهلي حتى ما بيحبش يعلن. انا بيعجبني برضو حضرتك دفاع حضرتك اللي مش دفاع مبرر، يعني انا كمان حضرتك ما بترد على كلامي. اقول لك اديك مثال، جيلبرتو
الناس بس بتنسى يعني ما بتاخدش بالها. جيلبرتو جيلبرتو مصيب مع المنتخب الانجولي ما كانش بالزبط. مع النادي الاهلي مظبوط، ورجع للنادي الاهلي، الاهلي عالجه سنه كامله بدون برضه ما يشرح تفاصيل كتير جدا، اكتر من سنه بالفعل. وما كانش الاتحاد الانجولي اللي بيعالج جيلبرتو بالظبط، وكانت اصابه قويه جدا في وتر اكيليس. فتاريخ النادي الاهلي في الجزئيه دي يعني ما حدش يقدر يفتح فيها. نكمل بس حته برضه، نحط نكمل حته بقى لجيلبرتو بقى. طيب جيلبرتو اللي انضم للنادي الاهلي في موسم 2001 بطريقه الانجولي، في 2009 الاهلي عمل معاه ايه؟ الاهلي اطلق سراحه بكل حب بدون اي مقابل. يعني كان في عرض جاي له خارجي تقديرا لدور جيلبرتو في التسع مواسم اللي لعبهم مع النادي الاهلي، رغم ان في سنه منهم زي ما حضرتك قلت كان يعني اصابته اصابه بالغه واستمرت اكتر من موسم وكلفت النادي الاهلي كتير، ولكن الاهلي تقديرا لدور اللاعب ومشواره مع النادي الاهلي اطلق يعني طالما ارتدى تيشيرت النادي الاهلي بالزبط. اصبح واحد من ابناء النادي الاهلي. يمكن دي المقوله اللي دي مدرسه جوه النادي الاهلي في التعامل مع كل اللعيبه، الخصوصيه واحترام السريه واحترام اللاعب، دي مدرسه جوه النادي الاهلي محدش يقدر يجي يقرب منها ولا يتكلم فيها. لكن المهم ان شاء الله مؤمن يرجع بسلامه ان شاء الله ان شاء الله. الفرق اللي شاركت في الكاس السوبر يا استاذ اشرف، يعني كم نادي شارك في السوبر بطولات البطوله في البدايه؟ اقول لحضرتك دلوقتي احنا يمكن عندنا اكتر من خمس انديه، عندنا الاهلي وعندنا الزمالك وعندنا المقاولين وعندنا الاسماعيلي وعندنا انبي والمصري وحرس الحدود والمحل. يمكن هم دول اللي شاركوا في السوبر. كنا انا اقول انديه تمام انديه بالظبط. يمكن اقول لحضرتك دلوقتي بالظبط الاحصائيه بتاعتهم. يمكن الاهلي هو الاهلي يمكن لعب 12 لقاء فاز في 10 وخسر 2، الزمالك لعب 8 فاز في 3 وخسر 5، حرس الحدود لعب 2 فاز في 1 وخسر 1 زي ما قلنا كان بالمرتين كان امام النادي الاهلي. المقاولين العرب لعب مرتين فاز في 1 وخسر في 1، ام بي شارك 3 خسر الثلاثة، نفس الحال بالنسبة للإسماعيلي شارك مرة خسر مرة، المحلة هكذا برضو مرة ومرة، وأخيرا النادي المصري المشاركة الأخيرة في 2017 اللي هي يعني مرة وخسر مرة. يبقى عندنا 15 لقاء سوبر في الفترة اللي فاتت، وممكن إن شاء الله اللقاء يمكن الغد بقى هيكون اللقاء رقم 16. طيب هدفي البطولة في كأس السوبر المصري. طيب الهدفين 2001 حتى 2017 23 لاعب احرزوا 28 هدف في ال 15 لقاء حتى الان. يمكن يعني في المرتبه الاولى عبد الله السعيد كان مع النادي الاهلي واحرز 3 اهداف، والطريف هنا ان الثلاث اهداف اللي احرزهم كلهم من ضربات جزاء. ضربات جزاء كان فيهم هدف في مرمى انبي موسم 2012، والهدفين الشهيرين في نادي الزمالك في موسم 2016 لما الاهلي فاز على الزمالك 3-2. يجي بعد كده محمد ابو تريكه نجم النادي الاهلي بهدفين، ثم مدحت عبد الهادي نجم الزمالك بهدفين، وتامر مصطفى بهدفين، ويجي بعد كده مع المقاولين العرب، ويجي بعد كده 19 لاعب كل لاعب بهدف، كان اخرهم وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي في نهائي بطوله 2017 في شباك النادي المصري. اذا مباراه الغد لن تشهد اهداف اضافيه لاي لاعب، هيكون اول هدف جديد، لان قدام الاحصائيه والاسماء عبد الله سعيد مش موجود، ابو تريكه مش موجود، مدحت عبد الهادي، تامر مصطفى، حازم امام، حسام حسن، اسامه نبيه، يمكن هم الاثنين اللي موجودين في الهدافين للاسف، ومؤمن زكريا طبعا ربنا يشفيه سافر، ووليد ازارو اصابته خارج القائمه بالظبط. عايزين نقول بقى ان ال 28 هدف يعني اول هدف بكره لاي لاعب من الفريقين هيبقى اول هدف بالظبط، هدف للاعيب جديد للاعب رقم 24 بقى يضاف رقم جديد للاعب جديد 24 ربما يكون 2 3 4 بس، لكن الهدف ان شاء الله ربما تطلع مباراه سلبيه ويتم اللجوء فيها لضربات الجزاء، لان المباراه اصلا اكثر من 7 مباريات حسمت مش في الوقت الاصلي من 15 من ال 15. عاوز اقول لحضرتك بس ان 28 هدف اللي هم حصيله مباراه السوبر في ال 15 احرز منها او احرزوا بخمس ضربات جزاء، خمس اهداف احرزوا في الوقت الاضافي. ان احنا كان في اكتر من مباراه، لان لائحه السوبر بتختلف من سنه لسنه، يمكن كان في بعض السنوات او بعض البطولات كان بيتم فيها اللجوء لوقت اضافي ثم ضربات جزاء، وفي بعض البطولات كان لو في حاله الانتهاء الوقت الاصلي بالتعادل ضربات جزاء وكان الاضافه بالظبط فكان في خمس اهداف احرزوا في الوقت الاضافي و18 هدف في الوقت الاصلي للمباراه. دي معناها ايه اللغه الرقميه دي بتؤشر ليه؟ هقول لحضرتك اللغه الرقميه دي بتقول ان مباراه السوبر بتبقى مباراه يعني تكافؤيه، يعني مش مباراه سهله ابدا، حتى لو انت بتلعب المباراه يمكن احنا شفنا لسه بنقول كان في تنوع، مثلا الاهلي كان الاهلي قابل مثلا الزمالك وقابل حرس الحدود وقابل الانبي وقابل الاسماعيلي وقابل المحله والمصري، يعني باستثناء المقاولين الاهلي ما قابلش المقاولين ولا مره، ولكن قابل كل الفرق. هي بتبقى المباراه بقى المفروض ان هي بتبقى بين بطل الدوري وبطل الكاس او الثاني هنا او الاول هنا، فهي برضو مباراه وحيده بتبقى كل الفرق، لان طبعا بطوله سهله وصغيره يعني وغاليه،
هي مباراه واحده، فبقى عندك الدافع ان انت لو خلصت الماتش هتاخد بطوله تضاف لرصيدك، خصوصا ان معظم الفرق دي بطولاتها قليله، وفي بعض الفرق ما عندهاش ولا بطوله يعني غير بطوله واحده مثلا زي النادي المصري بطوله كاس واحده، فلما يجيب بطوله سوبر فكمان بيبقى عندهم الدافع والحماس الاكبر اللي هم ينافسوا. فعشان كده بنلاقي ان معظم المباريات حتى يمكن النتائج ال 15 المباريات اللي خلصت في الوقت الاصلي او الاضافي ما كانش فيها سكور، يمكن المباراه الوحيده كان فيها سكور هي كانت مباراه الزمالك والمقاولين في 2004 واللي انتهت بفوز المقاولين مفاجاه كبيره ب 4-2 لغايه النادي الزمالك، هي دي اكبر مباراه تهديفيه او فيها غزاره تهديفيه. معدل التهديف قليل في البطوله. ما لسه بقول لحضرتك يعني يعني بنتكلم في 15 مباراه سوبر معدل التهديف اقل من هدفين. يعني 1.9 هدف او حاجه كده. ما انا بقول لحضرتك عشان برضو هي حضرتك بطوله سهله وتحسنها بطولة رسمية، فطبعا بالتالي كل الفرق بتبقى عندها يعني الدافع الأكبر ان هو يفوز ببطولة، يعني دي بتتكتب في تاريخه، هي بطولة زيها زي الدوري اللي بتاخد سنة او موسم، وان كانت مش في نفس الأهمية ونفس الحجم، ولكن هي بطولة رسمية بتلعب في تاريخه يعني. طيب انا قدامي في الاحصائيات البطولة السوبر من 2001 ل 2017 احصائية شوية. اتفضل يا فندم. مباريات الاهلي والزمالك في السوبر اللي اتلعبت 2003 انتهى بالتعادل السلبي. تمام. 2014 انتهى بالتعادل السلبي. 2016 انتهى بالتعادل السلبي ثم احتكموا الى ركلات الجزاء بعد الوقت الاضافي كمان. بالظبط. يمكن هم الاهلي والزمالك اتقابلوا مع بعض 5 مرات، كانت نتيجه الخمس مرات دول 4-1 لصالح النادي الاهلي. يمكن دي المباراه الاخيره اللي فاز فيها نادي الزمالك اللي هي مباراه 2016 اللي اقيمت على استاد محمد بن زايد في الامارات نادي الجزيره. كان بيقود الزمالك كابتن محمد حلمي وفاز بضربات الجزاء بعد انتهاء المباراه بالوقت الاصلي. يمكن في مباراتين برضو انتهوا زي ما قلنا بضربات ترجيح، ولكن كسبهم النادي الاهلي. والغريب فيهم دول ان كانت فيهم حاجات غريبه شويه المباراتين دول. يمكن المباراه بتاعه 2014 دي كانت مع بدايه تولي جريده مهمه قياده النادي الاهلي. مظبوط. وانتهى بالتعادل السلبي والاهلي اضاع ضربتين جزاء في الاول خالص، كان على استاد القاهره المباراه. بالظبط كده يا فندم. وكل توقع طبعا ان المباراه خلاص هتنتهي لنادي الزمالك اتجاه الزمالك. بالظبط. ولكن اللي يمكن العارضه وشريف اكرامي في هذا الوقت يمكن تالقوا عملوا رومنتادا. بالظبط كده. وقدروا انه يعني يمكن احمد سمير لاعب الزمالك واضاعوا 3 ضربات جزاء يعني لعيبه نادي الزمالك ومحمد كوفي. البوركيني محمد كوفي ضربه الجزاء الشهيره. شهيره بالفعل. بالظبط كده. وفاز الاهلي ساعتها بركلات الجزاء 5-4. مباراه 2003 مع توني اوليفيرا كانت نفس النظام برضه، لكن المباراتين دول قدموا المدرب الجديد للاهلي الاجنبي سواء توني اوليفيرا في 2003 او جريدو كارلوس جريدو في 2014 تقديمه شيك قوي، تقديمه كويسه قوي، وادت الامل ان احنا بقى في 2 مدربين يعني كبار هيقودوا بقى مسيره النادي الاهلي. ولكن كانت البدايه برضه يعني مبشره ببطوله على طول، ولكن يمكن دي برضو اللي احنا بنتفائل بيها يعني قوي يعني في مشوار فايلر ان شاء الله. تمام. من امتع مباريات القمه، هل مباراه الاهلي والزمالك عام 2007 2-0 للاهلي، ولا مباراه الاهلي والزمالك عام 2015 3-2؟ لا 3-2 طبعا، دي كانت من امتع المباريات رغم ان كان اول سوبر خارج مصر. لكن المباراه الاولى اللي حضرتك ذكرتها كانت كفه الاهلي ارجح شويه من الزمالك، يعني كانت كفه الاهلي. الاهلي في الوقت ده كان برضو بيمر يعني بفتره عاليه قوي شويه، كان في استقرار فني واداري ولاعبين، كان بيضم جيل يعني من الاجيال الذهبيه اللي مر بيها النادي الاهلي، وكان وضع طبيعي. معتز اينو واحمد حسن مع النادي الاهلي وقتها اللي هم احرزوا الهدفين كان في بدايه الموسم، يمكن كان في جون في هدف كان احرزه برضو، يمكن كان اول هدف لاحمد حسن مع النادي الاهلي، وكان برضو بالمناسبه برضو كان لسه اينو منتقل حديثا من أول الزمالك. اول هدف في مباراه القمه. بالظبط كده. ولكن في الوقت ده كان الاهلي كان متميز. 2015 كانت يعني نقدر نقول الكفتين كانت ملحمه. بالظبط. وبعدين بصفها كده طبعا البطل فيها طبعا شريف اكرامي. المباراه دي برضو عشان نديله حقه، كان الزمالك متقدم في بدايه المباراه بهدف عمر جابر وضرب الجزاء. هي دي كانت نقطه التحول في المباراه من كهربا، ويمكن كانت خلاص هتقتل الماتش زي ما يعني بلغه الكوره كده، وقدر الاهلي بقى ان يعود ويفوز 3-1 وفي اخر بقى كده 3-1. وحصل شويه تراخي كده في نهايه المباراه، احرز هدف كهربا، احرز هدف، هي انتهت 3-2. انتهت 3-2 يعني. ولكن لا انا قصدي ان التحول بعد من كنت خلاص حتى لقطات من مباراه السوبر هي كانت في سيد الزاع. بسيد الزاع ده اللي هو وش السعد على النادي الاهلي. مباراه ملحمه بالنسبه للاهلاويه، لان كانت بعد خساره دوري وكاس لظروف معينه. كان وقتها فكان تحدي ان ما ينفعش الاهلي ينهي موسم وهو مش بطل، فكان المباراه دي تحديدا كان التحدي. وكان بيقود الاهلي برده جهاز مؤقت كابتن زيزو اللي قبل بلا حسن بهذه البطوله بصراحه يعني، وقدر ان هو المباراه دي كان روح يعني الفانيله الحمراء كانت هي اللغه السعيده بالنسبه للاهلي. ما لسه بقول لحضرتك شريف اكرامي تالق غير عادي يعني، هو يعني لا شريف اكرامي، وكمان الحاله المعنويه اللي صدرها حسام غالي ورامي ربيعه اثناء المباراه
ما انا عشان كده بقول لك روح الفانيله النادي الاهلي ورمضان صبحي، وكان احمد حجازي لسه متعاقد مع النادي الاهلي. الاهلي جديد اه بالظبط اه، وكان في جون انطوي جديد برده لسه كان في برده اكتر من لاعب، ولكن هي دي فعلا من المباريات المميزه اللي في السوبر او في الخمس مباريات اللي التقى فيهم النادي الاهلي مع الزمالك في مشوار السوبر. مباراه بكره اتوقع يكون فيها نسبه اهداف، ولا ممكن زي 3-2 اللي قدامنا دي، ولا ممكن المباراه تكون مقفوله وتبقى ما فيهاش كره جميله؟ طب لو اتكلمنا بس نقول ان عامه مباراه الاهلي والزمالك هي خارج التوقعات اصلا، خصوصا ان احنا برده لسه في يعني في بدايه موسم، وبدايه يمكن الاهلي يعني الزمالك ضم برده يمكن 11 صفقه جديده. الاهلي يمكن ما فيش غير 4 صفقات، ويمكن دي حاجه جيده للاهلي هذا الموسم. يعني كل نادي حسب احتياجاته. اه لا ما هو كل حاجه ده، ما هو ده المنطق بيقول كده. لا ما هو كل منطق بيقول ان كل واحد حسب احتياجاته بيجيب، لكن في بقى اللي هي بتبقى نهم الشراء او حاجات تانية طبعا، في معايير تانية مش انا ادخل في حد، ولكن الاهلي قادر والزمالك قادر، وخصوصا ان الظروف شبه متشابهه، ده جهاز فني اجنبي جديد وجهاز فني اجنبي جديد، ولكن هنا بقى التصميم واداره اللقاء سواء من الاداره الفنيه او من اللعيبه او من حتى من كناحية اداريه لاداره النادي الاهلي او نادي الزمالك، مباراه بتعتمد في يعني انا شايف على التوفيق اللي هيحالفه التوفيق او على راي الكابتن ميمي شربيني جنرال التوفيق هيكون في صفه. ما اقدرش نتوقع يعني تخلص المباراه في الوقت الاصلي، حتى لو خلصت حتى مثلا نقول الاهداف بهدف او بسكور او ضربات ترجيح يمكن، ولكن تمنياتنا بالتوفيق يعني. طيب ممكن بكره يكون معانا رقم جديد، حكم الماني بيدير مباراه السوبر، وسبق ليه ادار مباراه للاهلي ومباراه للزمالك، وما كانش طرفي المباراه اهلي وزمالك. اه هو حكم مباراه للزمالك، كانت مباراه وديه السوبر المصري السعودي، ومباراه للاهلي في الكاس امام حرس الحدود من كذا سنه. ده رقم جديد لان حكم اوروبي بيجي يدير مباراه القمه. اه بس احنا عندنا كان عندنا اتشيك، وعندنا المساوي، وكان عندنا فرنسي قبل كده حكام يعني، ولكن كالماني لا اول مره. مش كجنسيه، انا اقصد ان هو يعني انت لما بتجيب حكم مباراه القمه بيكون جاي لاول مره. اه للفرقتين. لكن ده انت حضرتك تقصد ان هو عنده خلفيه بان هو حكم من ده حكم من ده، فعارف يعني فيمكن يعني عنده خلفيه مثلا عن مكانه. هي دي حاجه جديده اول مره نشاهدها حتى يمكن في ملاعبنا المصريه، يمكن كان في حكام مكرره، ولكن ان هو عشان يبقى حكم مباراه للزمالك بس وهو عارف الزمالك مين، وحكم للاهلي وعارف الاهلي مين، ودي يمكن انا شايف برضو يمكن انا بعذر برضو الكابتن جمال الغندور ولجنه الحكام، لان الوقت ضيق قوي، كمان المباراه بتقام يوم جمعه، واحنا عارفين ان الدوريات كلها في اوروبا بتتلعب سبت وحد، فاعتقد ان هم يعني كتر خيرهم. يمكن كان في تصريح للكابتن جمال غندور بيقول ان مش لاقيين حكم الماني رابع يجي حكم رابع، بيقول كل الحكام مشغولين، كان في بعض التساؤلات ليه يعني. ف انا شايف ان التحكيم يعني مش هو اللي حد هيعلق عليه اي حاجه، الحكم الاجنبي حتى لو عنده خلفيه او عنده يعني باك جراوند عن الاهلي والزمالك والكره المصريه، هو في الاول وفي الاخر حكم، حتى ان اجاد هيجي لي طبعا دي شغل يعني كده، هو في بعض الاخطاء. تابعت هذا الحكم الالماني؟ اه بالظبط. اه هو حكم بس يعني ايه، هو حكم كويس جدا وهادي، وان كان بس هو يعني سريع في الانذارات شويه يعني. كان بيدير مباراه ليفربول ونابولي. بالظبط كده. اه المباراه اللي يعني وكان في ضربه جزاء شهيره على ليفربول وكان فيها شك، ولكن ما بقول لحضرتك هو سريع بس شويه في الانذارات يعني. اصل بس ضربه جزاء او اي لعبه دي بتبقى برده فيها نوع من يعني من الحساسيه، يمكن انا اشوفها حضرتك ضربه جزاء حضرتك ما تشوفهاش، في غير ممكن يكون راي ثالث او راي يعني، ولكن يعني طبعا الملعب هو من حكام الصفوه في المانيا لكن مش من النخبه في اوروبا. اه بالظبط كده. يعني هو حكم جيد ليه تاريخ طويل لكن مش من حكام النخبه في القاره الاوروبيه، زي عندنا حتى في اخر كاس عالم ما قدرش غير مباراه واحده. زي عندنا كده، ما احنا برده عندنا مثلا يعني احنا مثلا 7-8 حكام او 7 حكام الدوليين عندنا، مش يعني احنا مثلا فيهم 3-4 اللي هم الحكام الكبار، ولكن احنا عندنا مثلا يعني افريقيا هم يمكن 2 ولا حاجه. مثلا عندنا جهاد جريشه حكم مصري بيقولوا مثلا مصنف ايه او احسن حكم في مصر، كان في افريقيا حكم مش على الساحه. جهاد جريشه الثالث افريقي وال13 عالمي يعني، تصنيف جهاد جريشه وال13 على مستوى العالم والثالث افريقيا. ثالث افريقيا. اه بالظبط. ده تصنيف بالظبط يكون هو مصنف في دولته. بالظبط كده. ويكون رقم واحد في اوروبا. لا ما هو التحكيم ده بالذات كمان يمكن شفنا برضو حتى على مستوى افريقيا، شفنا في يعني بلاد صغيره في افريقيا ومنتخبات كان عندها حكام كبير يعني، مثلا سيمبا الاثيوبي ده كان من اشهر الحكام مثلا في افريقيا. كيملي شونج مثلا. مريشوس يعني ما لهاش اي تاريخ ولا اي مشاركات حتى على مستوى البطولات الافريقيه كمنتخبات ولا حتى للانديه، ولكن كان من الحكام الكبار. فهتلاقي دي مكرره حتى في على اوروبا اسيا في كل الكلام ده. حضور الجمهور بكره من اتكلمنا على مباريات السوبر. حضور الجماهير بكره ده من ضمن المباريات، لان كل السوبر كان بجمهور والله. بس يعني الواحد بيقول يعني الحمد لله، بس زعلان برضه يعني.
يعني كل مباراه السوبر اللي طلعت كان بحضور جمهور. اه بالظبط كده. صح؟ اه يمكن على فكره في عندنا عايزين نقول بقى بالنسبه للجمهور والاحداث، احنا عندنا مباراتين سوبر ما تلعبوش، يعني في مباراتين اتلغت سوبر مرتين. مره طبعا في 2011 بسبب احداث ثوره 25 يناير، و2013 طبعا النشاط كله اتلغى في مصر بعد حادثه بورسعيد بورسعيد، فاتلغت كل اللي توقف النشاط في مصر، فبالتالي ما كانش فيه اي كاس سوبر في هذا الوقت يعني. كابتن اشرف زوف انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الارقام والاحصائيات، مجهود كبير منك، لكن اتمنى يكون المشاهد استفاد من هذه الارقام والاحصائيات في مباراه الغد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن محمد، شكرا جزيلا لحضرتك، كل التوفيق ليك، ودايما كده بتمتعنا بارقامك واحصائياتك. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن، الله يخليك، ربنا يخليك. حلقه كانت مهمه جدا في برنامج الاهلي الليله، القاء الضوء على الساعات الاخيره قبل انطلاق مباراه القمه بين الاهلي والزمالك السوبر غدا على استاد برج العرب بحضور 10,000 متفرج. صحيح الرقم مش كبير بقيمه وحجم مباراه السوبر وحجم كمان استاد برج العرب اللي 80,000 متفرج، لكن هي بدايه، وبالنسبه لنا في النادي الاهلي او بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بنعتبرها بدايه. ورسالتنا لجمهور النادي الاهلي ان جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف مصلحه فريقه وعارف مصلحته كمان في الفتره الجايه، وعشان يحضر كل المباريات ويكون موجود ورا النادي الاهلي في كل مكان، وعشان النادي الاهلي ما يتحرمش من جمهوره بكره ان شاء الله، اللي متعودين منه من جمهور النادي الاهلي بشكل واعي جدا، مساند للفريق، بيشجع فريقه بس وخلف الكيان وخلف النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما هو الكيان وهو رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي، وجودكم في اي مباراه للنادي الاهلي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. اي منافس بيبقى طبعا نفسه النادي الاهلي بيلعب بدون جمهور، لان مصدر قوه للنادي الاهلي واحنا بنعتبره اللاعب رقم واحد، فبالتالي جمهور النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله هيكون اللاعب رقم واحد بالنسبه لفريق النادي الاهلي، واكبر داعم واكبر مساند للنادي الاهلي. احنا السنه دي محتاجينكم جدا 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 خلف النادي الاهلي في كل المباريات سواء المحليه او الافريقيه. اخر حاجه، رساله اخيره، غدا مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك، وحتى هذه اللحظه الاعلام او الصحافه مش عارفه اللائحه اللي على اساسها العقوبات اللي هتتم تنفيذها عقب المباراه اذا مثلا في انذارات او في خروج عن النص ايا كانت الظروف اللي تحصل في المباراه، لكن مهم جدا ان الاعلام يكون عارف لائحه العقوبات او لائحه الانضباط المتعلقه بمباراه الغد، حتى لا يكون هناك اجتهادات للبعض عقب هذه المباراه كما حدث في مباريات اخرى سابقه. المعلومه اذا كانت واضحه هتكون سهل على الاعلام في تقييم المباراه بعد نهايتها، لان حتى هذه اللحظه اتحاد الكوره لم يحدد ايا من كانت هي اللائحه اللي هتحكم مباراه الغد بين الاهلي والزمالك، هل لائحه الموسم الماضي ام لائحه الموسم الجديد التي لم تصدر ولم تعلن حتى هذه اللحظات. شكرا لحضراتكم، والى اللقاء باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.